هذا وش هو؟ سي دي هذا كابلينج دايامتر. كابلينج اللي هو الدايامتر هنا اللي يدور عليه الدايل انديكيتر، اللي يدور عليه الدايل انديكيتر. مو كامل الدايامتر حق الفلانج، لا بس الدائره اللي يدور عليها الدايل انديكيتر. طيب هذا الدايامتر اللي هو طوله كامل. ال1 وش هي؟ ال1 المسافه من الفلانج الى المسمار الاول، الى اول مسمار هنا اللي يثبت الموتر. المسافه من الفلانج الى اول مسمار، السنتر حق اول مسمار. ال2 المسافه من الفلانج الى السنتر حق المسمار الثاني. ال2 المسافه من وين؟ من الفلانج الى السنتر حق المسمار. فلانج المسافه ولا فلانج الموتر؟ هنا من هنا الى السنتر حق المسمار. هو نفس الكلام من فلانج للمسمار الاول. المسمار الاول. طيب هذا اسمه فرونت سايد، هذا وهذا اسمه فرونت سايد، وهذا وهذا اسمه باك سايد. يعني لما تضيف شمز هنا يرتفع من قدام، تضيف شمز ورا يرتفع من ورا. طيب القراءات هذه بتكون معطاه او انك تقيسها، بس في الاختبار بتكون معطاه. احنا نهتم بالقراءتين دي، سالب 50 وزايد 100. هذه للريديال مسالمنت. ايش يعني ريديال؟ عبد الكريم خلينا ريديال معناته مرتفع ونازل. طيب مرتفع ونازل. انجلر معناته البلانجين بينهم انجل، يعني واحد زي كذا، واحد زي كذا، من اليمين من اليسار. طيب هذه مرتفع ونازل ريديال. طيب احنا ناخذ الريديال. الريديال دائم ما دام انه ريديال في الكابلنج له دايمتر كامل، فلما يرتفع 50 نقول ارتفاعه 50، ارتفع 50 عن الشافت الثاني. طيب المسالمنت عنده 50، ارتفع 50 كم تنزله عشان يتساوى؟ يعني الحين ارتفع 50 25 تنزل نص المسافه، بحيث ان الشافت هذا يكون مع الشافت الثاني، لو تنزله 50 يكون تحت. حلو عرفت؟ فتنزله 25 نص المسافه. فعشان كذا دائما الراديال قراءه قسمه على اثنين، قسمه على اثنين، سالب 50 تقسيم 2. طيب يجينا الناتج سالب 25 ملم. طيب سالب 25 ملم تضربها في 0.01. ايش هذا 0.01؟ الدايل اندكيتر. ايوه المعامل حق الدايل اندكيتر، المعامل حق الدايل اندكيتر عشان تعرف القراءه كم، لان القراءه تكون صغيره جدا، ما هي 25 ملم. 25 ملم يعني سنتين ونص، هذه مو سنتين ونص، مجرد اجزاء منه. فنضرب 0.01 يطلع الناتج ماينس 0.25 ملم. هذه الراديال ريدي. الانجلر على طول تضربها في المعادن 100 ضرب 0.01 ايكوال 1 ملم. يعني عندك مليمتر واحد، اوكي؟ مليمتر واحد. طيب الحين هذه نعبيها بجذر. ليش ما تقسم على اثنين؟ لان المسافه بين هذا وهذا، مسافه بين الفلانجين. فما في مسافه تقسمها على اثنين عشان كذا، لكن هذا ارتفاع ونزول. عشان تنزل نص المسافه عشان الشافت يصير مع الشافت. طيب هذه البيانات نعبيها بجذر. الحين الخطوه الاولى ضبطناها الحين خلاص. خلاص الحين نعبي بيانات بجذر. الراديال نحط هنا فرونت سايد، هذا فرونت سايد، اوكي؟ فرونت سايد وهذا باك سايد. طيب الراديال كم الراديال؟ 0.25 ماينس، لا تنسى ماينس 0.25 ملم. نفس الجهة الثانية اللي ورا ماينس 0.25. دقيقة هذه كيف؟ نفس الرقم يسار يمين؟ نفسه من ورا، من ورا من قدام تزود شيبس بال شيبس بال بالحجره. طيب الانجلر لها ريدنج. طيب طبعا الريدنج لو اخذنا الاول هذه 25 نقسمها على اثنين فتصير كذا، صح؟ صح. لكن الانجلر لها فورمولا، عرفت؟ فيها لها معادله. المعادله وش هي؟ للفرونت سايد، الفرونت سايد اي وش هو اي؟ الانجلر مسالمنت هذا اللي طلعناه 1 ملي ضربناه معاه ضرب ال1 ال1 اي تايمز ال1 على سي دي.
طيب هذا الفرونت سايد. الباك سايد هذا ايش؟ الباك سايد A في L2 على CD. طيب A كم هو؟ واحد مليون. ال L1 كم؟ معطيه 200. طيب ال CD الكابلينج كابلينج دايم 100. خلاص يصير عندك 1 ضرب 200 على 100 ناتج 2 مليون. 2 مليمتر. اذ بحشور الجدول السبوره 2 مليمتر. والله حتى اوكي. الباك سايد نفس ال A في L2 على CD. A في L2 على CD. A 1 L2 300 CD 100. تصير 300 على 100 3 مليمتر. طبعا بلس ها؟ لا تنسى انها بلس. 3 مليمتر. طيب هنا وش ذاتي؟ توتر. يعني مجموعة اثنتين. ليش ناخذ التوتر؟ This lead looks like 13. Make it 3 millimeter. This is back side. Back side. Yes. Ah. Yeah. Plus. Okay. 3 millimeter. Plus 3. Let's now have the total. عشان. Make it plus again same. Plus 3 millimeter. Plus. Yes. Yeah. Plus. Yeah. This one. Yeah. Yeah, that's right. Yes. Yeah. Yes. 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 فحوصل بلاش ما تجمع الثنتين وتسويها مرة واحدة. عرفت؟ تسويها مرة واحدة يعني تضيف العدد ذا المجموع بلس 2 ملم ماينس 0.25 ملم يطلع الناتج بلس 1.75 ملم. هذا الناتج خلاص تضيفه قدام تصحح هذا وتصحح هذا. فهمت؟ تضيفه لانه بلس 25. اي والثانيه وراء برضه نفس الطريقه نجمع 25 مع 3 يطلع بلس 2.75 ملم. فخلاص حط وراء 2.75 ملم يتصحح. طيب الانشز كم تحاول انشز؟ تقسم على 25.4 يعني هذا الناتج تقسم على 25.4 يطلع لك الناتج 0.068 انشز. وين الجملة 25؟ هي ال 1 مليمتر عرفت؟ 1 سنتيمتر ايكوال تو 25.4 انشز. 25.4 مليمتر. يس 1 انش 25.4 مليمتر. Sorry, 1 centimeter is equal to 10 millimeter and 1 inch is equal to 25.4 millimeter. Yeah, yeah. يعني الانش الواحد في 25.4 ملم. تقسم عليها. اي الرقم ثابت. هذا تحفظ 25.4 تحفظه. طيب خلكم معنا 25.4 رقم ثابت تحفظه. تقسم عليه الناتج يطلع لك الانش. طيب الحين الرسم. هذه كلها 5 درجات. دقيقة بس الخطوة الأخيرة. أقسم يعني النواتج الأخيرة اللي 1.75 على النواجذ. طيب باقي الخطوة الأخيرة الرسم اللي هي اللي فيها شوية الأحسن. لازم نرسم؟ ركز إيه. الرسم الحين ترسم البمب، هذا بمب ثابت ما يتغير. طيب هذا بمب ثابت. عندك الموتر مرتفع ولا نازل؟ مرتفع. شلون؟ مرتفع. فتحط ارتفاع. شوف الحين هنا المفروض انه يكون هنا صح؟ ايه المفروض انه يكون هنا بالضبط. حلو. فترسم انه مرتفع. هنا عندك هذا هو مرتفع. تخمين يعني طبعا صح؟ ايه مرتفع بكم؟ تحط علامة كم مرتفع؟
سالب 25 سالب 25 مليمتر. طيب اكتب عليه هذا ماينس 0.25 هذا مرتفع عن المكان الاصلي المفروض يكون عدد. طيب الانجل عرفت تسوي انجل زي كذا الانجل الميل ها اي الميل الانجل الفرونت سايد كم فرونت سايد هذا كريم الفرونت سايد من الارتفاع حقا من الارتفاع الين هنا شفت الحين مسوي زاوية عرفت تسوي زاوية كم المجموع طيب شو معنى رفعت مع النص السهم مديت مع النص ما فهمت فيها total is angular reading is total is 2 millimeter you know yes yeah. 2 millimeter الحين بالاساس from which point to which point 2 millimeter to here yes yes 2 millimeter من هنا لهنا 2 millimeter شباب الحين تجينا مرسومه مثلث ولا لا لا اتوقع انت هذا 2 millimeter من فوق من الارتفاع من ارتفاعه